يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن تدارسوا معنا تدبروا مغزى واستعذبوا التحليل في جنة القرآن تدارسوا معنا تدبروا مغزى واستعذبوا التحليل في جنة القرآن تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار من حولهم أنوار فاضت اللهم صل على نبينا وحب المرسلين وحب الأولياء وحب أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ربنا
بعضنا كتب عليهم بالقتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وإن تصبهم حسنة يقولوا لي من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا لي من عندك أصابك من حسنة فمن الله فَإِنْ كَانَ مِنْ لَوْمِ النَّدُوِّ اللَّقُمْ وَهُمْ مِنْ عَوْمَ تَعْلِيلُ لَغَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ
بينهما بينهم ميثاق ودية مسلمة إلى أهلي ودعري ورغبة مؤمنة وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
بصدقة المرؤوم أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وتعالى إبراهيم عليا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء قديرا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وعدهم لله ما بالعز وما دخلوا بخير فإن الله كان به عليها ومن الأطراف من بعضها ومن بعضها نجوسا أو إرادة فلكن علينا أن يسفر بينهما صلحا والصلح يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل ومن يكفر بالله وملائكته ورسله ويؤمن بالآخرة فقد صدق الله العظيم
بتمعة الله يكبر بها ويستهزأ بها فلا تقدروا معهم حتى يقولوا بهديه غيره إنهم لم يدعون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وأن أطلعكم من المؤمنين I'm
قبل ونصر من نصر علينا موسى تنبيرا نصر مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يفتيكم في الثلاثين من هناك ليس له ولد وله أخت ولا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر وما ذبح عن نصب وان تستغزموا بالاذام ذلكم فسق اليوم ليس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشاهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وما نضر دينا وما سدر غير متجانب الا لكم الطيبات وما حرمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن الله علمكم الله وكلوا مما أحسن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سميع بصير اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا مدخلين وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأغرضتم الله غرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأغفرن لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مبادئه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما من الرسل أن تقولوا ما جاء من بشير ولا نذير قد جاءكم
قدست التي كتب الله عليها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الله كأنما غدر الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا إنما جزاء الذين يعارضون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين يهدي الله السعود فإن جاءوك فاحكم بينهما واعرض عنهما فإن يضروك شيئا فإن أكذبكم بينهما الذين لا يحب المفسدين فكيف يحكمونك وعندهم التوراة النبيون الذين
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون بما استفدوا من كتاب الله وكانوا عليه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ذاته فمن تصدق به فقد قالت الله حرمكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ربنا على دائم بإذا ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة يا زين وإنجيل هدى ونور مصدقا لما مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وغضب عليه وجعل منهم الذين
قطان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه مريم Yeah.
منكم الله على بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعطيهم رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الأمر والميسر ويصدكم عن دين الله وعن الصلاة على أحد الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا أو كفارة طعام مساكين أو على ذلك صياما لينوق قال أبي عفى الله عما سبق ما يتحدث الله عزيز الله قل لكم صيد البحر ودعمه متاعا لكم وللسيارات حرم عليكم زيت البر ما دمتم حرم والدولة إليه الشهر العرام والهدي والغلايد ذلك لمن وقع الله ما في السماوات وما في الارض وان الله في كل شيء عليم ما على الرسول الا البلاء قل لا يستوي الخبيث والطيب ما وجب عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وأن تسألوا على عيام الله 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 يضركم الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اعتقتم على جلي في ذمرة ويوم هذا قربا لا نتم يا عدة الله إلا من آثمه فإن أثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من
الذين استحق عليهم الأوليان فيصيب على وجه الله وعلى دائما دائما وتقول حسبك الله ما يدوم الخاسر يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا وجد ما يدعى الملائكه على قلوبهم قال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك على والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وتخلو من الدين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عكيت ثوب البينات السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب العذاب الأحد من العالمين قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقنا ما دعونا كلكم أرسل السماء عليهم مدرارا وجعلنا علينا لما نعبد من أجلنا من الرحمة 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 الرحم
الله شهيد بيني وبينكم هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وفي أذان مرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يجاءوا كل سلماً في السماء فتاتي وما مرسلين إلا مبشرين وما مرسلين
أشاروا إلى ربي ليس قبل النور يجوها يضيح الله عندهم وأتدرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهوا ما عليك بالعزام والبحر وما تسود من ورقة لا يعلم ولا قد في الظلمات ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم من نار ثم يبعثكم فيه ليبارك وسمى حتى إذا جاء لهم العذر مرضا وهم يفردون ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدونه تضرعا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يقدر منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا ربهم بنعمة وعذاب أليم بما كانوا استهوت الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعون فلما أفرغ الليل الذي
وَلَرَدْ أَنَّا أَكُونُ
له ولد ورزقكم له زاد وامنها كل شيء بكل شيء يا سعد من سمائك لذلك يا الله بالعلي يا صراط ربك تصير على صراط
معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا يغزون عليكم آيات ربكم وينذر آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا عذابهم
الجيب فلا تشهد معهم ولا تتبع هوى الذي يعلمون على عدلها الذين لا يؤمنون بها وما بدا لا تدر النفس الذي أرحم الله إلا بحق ذلك مساكم إلا لكم تعقلون ما اليتيم إلا بالتي أعصى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إذا قلتم فاتلوا ولو كان ذا قربى وبيان الله أقول صراطي مستقيما فاتبعوه وتتبعوا السبل فتبرع بكم عن سبيلي ذلكم مساكم لعلكم تهتدون آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل كتاب هدى ورحمة لعلهم فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فما أبدا ممن كذب بآيات الله وصدف عن آياته الذين يكذبون على آياتنا سورة بما كانوا يكذبون ويقول إما أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها تقرى ما أمرنا وسند إيمانها حيلا ولا تضلوا إنهم ضلوا إن الذين بلغوا دينهم كانوا شيعا لست من في شيء إلا حافظ من الله ثم يربي بما كانوا يأمرون من جاء بالحسنة فله عشر غير الله يبغي ربا ورب كل شيء وتغزي كل نفس الا عليها ولا تزد وازره الى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
بدت لهما صواتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة ولهما ربهما يملكهما يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا أنفسهم أنهم كانوا كافرين أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح الأرض أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يتجملوا في سم الآيات وكذلك نجزي المجرمين وهم يتعلمون الآيات ومن الآيات وكذلك نجزي المجرمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما مكلف نفسهم إلا يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم والسماء بأمرها Come on.
على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم آباؤكم لكم آيات بدروا وتكون يا بني وآدم الصواب الصواب الله على الغلالي إذ جعلكم علماء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سورها غصورا الله
الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسى I'm gonna go
كانت كلمة ربك الحسنى على مريم إسرائيل بلا زور ودمنا ما كان فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله لك وهذا موسى وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تجد يا رجاء الله عليهم حرام ظاهرين تضل بها من تشاء ويهدي من تشاء وانت ولي لا تبلغ الله وانت ولي وتبلغ بها للدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك وعلى عذابه يصيب به من شاء ورحمتي استاذ الاجابه
يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فجرت منهم نبعا وجرت منهم نبعا عجلة 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 كانت حاضرة البهرين يعدون بالصوت التتيم يا مصابيح الطعام يا براهي دون الأدب كذلك له بما كانوا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون وهم لله مهلكون أو معذبها الله أنت شمسنا أنت بدر
سير وغالي أنت مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك، الله وجب شكره علينا
الجمال لله تائب الله.